وسيدتي حنا نشكر المختصة في صناعة المواد التجميلية والعطور. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أخت جيهان، طاقم لك رفقتك إذاعة الوطنية ومتابعي الكرام. مرحبا مرحبا. حنا كنعرفوا بأن اليوم عيد العمال والعاملات، كذلك لالة حنان، وهذا دورنا أنه كذلك نقدموا للعاملة المغربية، المرأة المغربية اللي كتخرج تخدم، هدايا طبيعية، الجمال ديالها، الإشراقة ديالها، الصحة ديالها. لالة حنان شاكر، غنقول إن شاء الله طيلة الأسبوع وداعا للشيخوخة وللتجاعيد مع فاكهة من الفواكه لافوكا واستعمالاتها وفوائدها الجمالية. لالة حنان شاكر. أكيد فاكهة لافوكا هي للمرأة النشيطة والمرأة العاملة، هي فاكهة جميلة، يعني من الفاكهة اللي كيحتاجها الجمال. نعم. بدور كبير، يعني كتمتاز، أنا كنعتبرها من فاكهة ديال الجمال، وكنعتبروها حتى كذلك خضرة. نعم. وكنعتبروها غذاء كامل. تمام. يعني الإنسان اللي تناول لافوكا فكأنه تناول غذاء متوازن متكامل. نعم. كتحتوي على زيوت، يعني كتحتوي على مزيج من الزيوت الجيدة الغير المشبعة. نعم. كذلك كتحتوي كيف ما كنذكر دائما على الفيتامينات ومعادن ديال الجمال. كتحتوي، ما كتحتويش على سكريات، هذه أهم حاجة. يعني هي مهمة بزاف، لأن بدون سكريات، بل دهنيات، هي غنية بالدهنيات وبالبروتينات. نعم. الأفوكا كتحتوي على فيتامينات ك والأو والسي البي ومركبات البي والأ. كذلك على أملاح معدنية، نحاس، حديد، فوسفور، منغنيزيوم، بوتاسيوم، حمض الفوليك، غنية بالألياف والبروتينات. نعم. كتحتوي على دهون صحية قلنا غير مشبعة، تحافظ على حفاظ على شرايين القلب، على صحة القلب. نعم. كتمنع الكوليسترول. نعم. لأنها كتحتوي على مادة الفيتوسترول اللي كيحارب لنا الكوليسترول الضار وأمراض القلب. نعم. هذه اللي أصبحت اليوم كتضعف، يعني كمضاعفة بعد الأغذية المصنعة. نعم. تكون كتروج في الأسواق. نعم. كذلك كتحتوي على مادة البوتاسيوم اللي كنعرفوا أنه حافظ يعني كيحافظ على السيطرة على مستويات الدم. يعني الناس اللي كيعانيو من مهمة. كذلك ملي كنقولوا فيتامين ا فهي مهمة بزاف لصحة العين، وخصوصا لعدسة العين. نعم. يعني الشبكية ديال العين. نعم. كتنظم مستويات السكر بالدم لاحتوائها، كنقولوا على ألياف وعلى زيوت غير مشبعة، يعني حتى الناس اللي عندهم مشاكل ديال السكري ما تيخافوش. نعم. من لافوكا. نعم نعم نعم. محاربة بامتياز الشيخوخة، خصوصا شيخوخة الجلد وكذلك شيخوخة أعضاء الجسم الداخلية. نعم. مثلا نقولوا الشيخوخة، فحتى راه ماشي غير الشيخوخة ديال الجلد، يعني ديال الخلايا ديال الجلد ديال الخارجية، بل حتى الخلايا ديال الأعضاء الداخلية. نعم. شيخوخة الكلي، شيخوخة الكبد، شيخوخة، يعني الشيخوخة الداخلية. نعم. تعزز كذلك السلامة ديال الجهاز العصبي، يعني الناس المناعة. نعم. لأن فيها مضادات الأكسدة، يعني غنية بمضادات، هي مضادات مضاد قوي جدا. نعم. للأكسدة، يعني نعم. كنتناولوا لافوكا فاحنا يعني كنطردوا المواد السامة. نعم. وكنطردوا أن هذاك ما كتكونش عندنا ديك الجذور الحرة، الجذور الحرة هي اللي كتعطينا. نعم. ماشي غير الأمراض الخبيثة، حتى المشاكل الجلدية، ديك الكحولة، ليطاش ديال الجلد، يعني هذه كلها كتمنع هذه المشاكل. نعم. هذه. نعم. ممكن نقولوا مطهرة بحكم الألياف اللي فيها، يعني كتخرج لنا المواد السامة اللي في الأمعاء، كتخوي لنا الأمعاء. يعني الإنسان اللي كيعاني من كونستيباسيون فهي مهمة بزاف. نعم. القبض. نعم. مهمة أنها كتسهل عملية الهضم. نعم. إكزاكت. نعم. تساعد كذلك على امتصاص الأغذية من طرف هذه الأمعاء هذه. نعم. يعني بها بزاف غنية، هي مهمة بزاف، تحمي من أشعة الشمس. يعني إحنا إذا تناولناها ولا وضعناها راه كتحمي من أشعة الشمس، يعني كتدخل حتى في الصناعة ديال ليكرون توتال، كتحمي من التلوث. يعني الناس اللي هذا التلوث ديال البشرة ديالنا، الغبار هذا. نعم. اللي كيعطيونا ديك ليطاش، بالعكس فهي ملي كنتناولوها أو حتى كنوضعوها هكا ككريمات كتحمينا من هذيك الأوساخ اللي كتعطينا. تكلمتي على واحد المسألة اللي هي مهمة، التناول والوضع.
يعني هاد المعادن وهاد الفيتامينات وهاد الغنى هذا وهاد الفوائد هذه يعني كتبقى محافظه على راسها، وحنا كنوضعوها مثلا لا على الشعر ولا على الوجه يعني كوصفات طبيعيه لاله حنان شاكر. دابا حنا علاش انا كنقول هي غذاء ملي غنيه بهذا الشيء، يعني ملي كنقولوا الانسان كتعطي واحد الكريمه اللي كيمتاز بواحد الفيتامينات اولا بواحد الاشياء اللي هي متكامله، نعم يعني خلال انه كيوضع على البشره اولا كيتناولها فهو متكامل، يعني كيكملهم بجوج. نعم. يعني حنا مثلا نقولوا فيتامينات كنفضلوا ان هاد الفيتامينات كتناول. علاش كنت ذكرت ان الناس اللي كي لا مثلا اللي كيجيو كيعانيو من مشاكل البشره راه كتعطيهم واحد الاكل صحي، يعني كتعطيهم فيتامين ك مثلا يتناولوه كعصير ولا هذا على الصباح، يعني ماشي باشياء اللي هي صحيه. نعم. بحال مثلا لابوكا غنيه، وكذلك كتعطيه فيتامين ا اللي كيوضعوا على البشره ديالو لتجديد الخلايا باش كيتكاملوا، جوج الحوايج باش يتكاملوا كيعطيو النتيجه الفوريه، باش يتكاملوا كيتعطيو النتيجه. ملي كنقولوا الجن وكنقولوا الفم ديالنا فهما في التشابه وكيكملوا بعضياتهم. هو اون بوش راه عباره عن 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 فم، يعني نعم. كيتناول كيدخل، نعم. وكذلك الفم ديالنا فهو كيتناول. الوغ من هاد جوج الحوايج خاصنا نستافدوا من هاد الفيتامينات بجوج الحوايج، سواء الوضع على البشره، نعم. كذلك راه كنعتبروها فم، نعم. يعني كتغذى، وكذلك التناول الداخلي. طيب شنو هي فوائد لافوكا على البشره لاله حنان شاكر؟ عندها فوائد كبيره، فهي تقي، فهي اولا توحيد لون البشره. الناس اللي عندهم البشره غير اللون غير مبرقعه يبغونا نقولوا الدرجه، كذلك تحمي وطارد الشوائب ديال الوجه، بوتور، حب الشباب، لي بوان نوار، كذلك كتنعم. ملي كنقولوا لافوكا حتى كتشوفي غير الشكل ديالها فهي ناعمه، نعم. لا تكستور ديالها، نعم. مرطبه بدرجه كبيره، يعني من المرطبات القويه سواء البشره او الشعر، نعم. كتعطينا لمعان كذلك الشعر ولمعان ديال البشره، نعم. لافوكا كتحتوي على زيت غني يعني ومهم في الاستعمالات ديالو، متوفر عندنا بشكل كبير، غني بفيتامين او. ملي كنقولوا زيت ديال لافوكا فهو غني بفيتامين او، نعم. فيتامين سي، يعني لهاد ملي كنقولوا فيتامين او فهو مضاد للاكسده، غني بمركبات المضاده للاكسده، البوليفينول، احماض الدهنيه يعني غير مشبعه، نعم. الحمض الفوليك، يعني حتى هي كتحتوي على حمض المهم اللي في طور البناء وفي طور بناء الجنين، نعم. مهم كذلك للشعر، نعم. يعني كتحمي، يعني فيها بزاف الاشياء اللي هي مهمه بزاف، تشد، نعم. البشره، نعم. يخفض من ظهور التجاعيد، نعم. كتحسن من انتاج الكولاجين، يعني حتى من ذوك الانقباضات. فاكهه سحريه، فاكهه سحريه وصافي، فاكهه سحريه. فاكهه سحريه اللي جينا نهضروا ربما ما غاديش يكفينا الوقت، فهي زعما غنيه على التعريف. المنظر ديالها راه شفتي تيشهي، سواء المنظر ديالها جميل جدا جدا. نعم نعم. زيت لافوكا سريع الامتصاص في الجلد، يعني تماما غير زيت لافوكا بالزربه تيمتصوا الجلد. وكيبقى محافظ على الماء ديالو. ديال الشعر. نعم. فوالا، فهمني ملي كنشوفوا شي حاجه هي سريعه الامتصاص كنفرحوا. كذلك الجلد ديال كيقوي الجلده ديال الشعر ديالنا، ما كيمنع التساقط. نعم. كذلك بق ديال الشيخوخه، فهي من يعني هذيك البقعه اللي كتعطينا ديال الشيخوخه، حيت الناس ملي الجلده ملي كتبدا تكبر كتبدا تكمش، واكيد ملي كتكمش كتولي بقعه سوداء، فهو كيساعد انه كيديلاتي هذيك هذاك الجلد. الدهن ديالو ماشي غير هذا الزيت ديال الجمال، فكذلك اللي تاكل الغضروف، مشاكل الروماتيزم، يعني ملي ندهنوا الناس اللي عندهم المشاكل ديال الركاب ولا هذا، فهو مهم بزاف الدهن ديالو. تنعيم، تنقولوا تنعيم الشعر، الناس صديق، يعني خصوصا الشعر الجاف والمجعد، نعم. الشعر الجاف والمجعد، نعم. الصيف، يعني بزاف المشاكل فهي مهمه نعم. بزاف، نعم. محفز كذلك، يعني نمو الشعر، ياك لاله، محفز قلنا نمو الشعر، نعم. تيغذي الشعر بشكل كبير، تيرطبو، يعني لافوكا سي اللمعان، سي الترطيب، نضارة البشرة، تجاعيد، كذلك العظم ديالنا، ما ننساوش أن العظم ديال لافوكا راه كيدخل في الجمال، نعم. يعني كنهيئوا به بزاف الوصفات هذه، نعم. الوصفات للتقشير، كيدخل كذلك الكحول ديال العينين، يعني احنا معروفين الثقافة المغربية بداك الكحول الطبيعي ديالنا، نعم. فالعظم ديال لافوكا كيدخلوا حتى العظم ديال الزيتون، العظم ديال التمر، فهي كيدخلوا في صناعة ديال الكحول ديال العين، طيب. مهم بزاف. طيب فوالا.
طيب أهمية هاد الفاكهة هذه اللي حنا شاكر إن شاء الله في هاد الأسبوع، غادي إن شاء الله ندخلوا عليها إضافات كذلك طبيعية، وغادي نحاولوا إن شاء الله نعطوها الوصفات لكل السيدات سواء للبشرة أو للشعر اللي حنا شاكر. غنعطيو وصفات للشعر اللي قلنا غنية فيتامين أو، نعم. غادي نعطيو وصفات للتقشير للبشرة بالعظم ديال لافوكا، نعم. غنعطيو كريمات طبيعية، كريمات مجددة للبشرة، كريمات اللي كتغذي البشرة إن شاء الله. غنعطيو بأشياء كثيرة إن شاء الله، مازال قدامنا أسبوع بإذن الله. معك لالة حنان شاكر مختصة في صناعة المواد التجميلية الطبيعية وصناعة العطور، خلينا على خير.